أهلا بكم معنا إلى بانوراما الليلة ونناقش فيها. التعليم في الدول العربية هل يواكب العصر ويوظف الوسائل الحديثة في عملياته وما مدى جودته؟ وفلسفة التعليم ومناهجه في الدول العربية هل تلبيان حاجات المعرفة أم تكرسان التلقين؟ أهلا بكم. ربما يشكل التعليم أحد أعظم التحديات لكل دول العالم، والدول العربية ليست استثناء. تحديات تشمل توفيره للجميع وخفض نسب الأمية، تشمل البيئة وتأهيل المعلمين أيضا، جودته وحجم الإنفاق عليه، وضع الجامعات وتصنيفها إقليميا ودوليا. ورغم التفاوت في هذه المعايير كلها بين البلدان العربية، إلا أن الوضع العام حسب مؤشرات التنمية البشرية في الأعوام الماضية يطرح أسئلة حول أوضاع التعليم في المنطقة. هل المنظومة التعليمية بحاجة لتطوير وتحديث وتحسين؟ ما هي عقبات إصلاح التعليم؟ أهي مشكلة إنفاق أم وضع استراتيجيات؟ ولمناقشة هذا الموضوع معنا من عمان المفكر الأردني الدكتور خالد الكركي، ومن تونس الأكاديمي عادل حداد منسق هيئة إصلاح المنظومة التربوية في تونس. أهلا بكما ضيفي الكريمين. وندرك تماما صعوبة طرح هذا الموضوع كونه مطروح للنقاش في كثير من ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى العالم أيضا، ولكن ما زلنا نقول بأن هناك أزمة تعليم في العالم العربي. أبدأ معك دكتور خالد الكركي، هل تنطبق التسمية، هل تصلح التسمية أن نقول هناك أزمة تعليم في العالم العربي؟ مساء الخير. أولا مساء الخير. الأزمة المصطلح موجود وقريب جدا من الواقع الذي نحن فيه إذا نظرنا إلى العالم العربي مجمله، لأن الحال أن دولا تقدمت وأخرى لم تتقدم، أن بعض الشعوب قد تجاوزت إلى مراحل أعلى وبعضها لم تتجاوز حتى هذه اللحظة. فيمكن أن نطلق كلمة أزمة على جملة الأشياء، من بينها ما زالت الأمية قائمة هناك في مناطق كبيرة وبنسب عالية، كونها تطالب الناس هنا وهناك بإصلاح التعليم، بجودة التعليم، بالتحديث الذي يجري بإدخال التكنولوجيا. الأمور متفاوتة، لكننا في المجمل إذا نظرنا إلى حال الأمة وخاصة في القرن الماضي وفي بدايات هذا القرن، نحن فعلا في أزمة، لكنها ليست فقط أزمة تعليمية، هي أزمة تعود أيضا إلى عوامل سياسية وعوامل اجتماعية وعوامل تاريخية جعلتنا الآن نقف ونطرح السؤال، على الرغم من الامتداد الأفقي الكبير والواسع جدا الذي تحقق على مستوى التعليم وكثرة المدارس وكثرة الجامعات، لأن الأمر يعود إلى هل نحن أمام رؤية واضحة لما نريد؟ هل ندرك ما العلاقة بين المعرفة وبين حركة التاريخ؟ السلطة الأولى في أي مجتمع وفي أي أمة هي سلطة المعرفة أولا. إذا كنا ندرك ذلك فنحن نعرف من أين نبدأ ونجعل التعليم في المقدمة ونحسن من التعليم ونجود ونقيم على القاعدتين الأساسيتين، على العقل وعلى الحرية معا، آنذاك ينطلق بالتعليم. أما فيما نحن فيه، نحن نعاني في بعض جوانب التعليم أيضا من أزمات عميقة أبعد من الأزمة البسيطة. عندنا أزمة في موضوع فهم مصطلح اقتصاد المعرفة وخلق مجتمعات لها قاعدة معرفية أيضا، خريجي جامعات وخريجي مدارس أيضا. لا، هو صحيح قد يبدو الأمر على هذا الوجه، والحديث عن المصطلحات وعن الإصلاح وعن المنظومة وعن القيم كل هذا جائز، لأنك في ميدان حي، التعليم حياة ويبقى يناقش إلى الأمد. أما أن يقال لنا أنه لا يوجد لدينا الآن نحن يعني منظومة معرفية، لا، نحن نتاج، وهذه الأمة كلها نتاج منظومة معرفية حقيقية لها في الحضارة العالمية مساهمة كبيرة. نحن ما غبنا عن المشهد الإنساني، وفي بعض العصور نحن الذين صنعنا حالة المجتمع الإنساني المعرفية، لكن نحن الآن تماما نعاني من هذا.
يعني تراجع، صار في تراجع كان المفروض نبني على ما هناك تراجع. لا، نحن وقع لدينا انقطاع عن الماضي الكبير الذي مزدهر. كان لنا نحن لو استرجعنا القرن الرابع للهجرة مثلا ولاحظنا أنه كان ذروة ما لدينا، ما حققنا فيه كل هذا الإنجاز وكل هذه الكتابات وكل هذه المخطوطات. نحن أمة أنجزت في الحضارة الإنسانية، وأمة بشعوبها المختلفة وليس بالشعب العربي فقط فيها، لكن الآن نحن في حال يعني لا نحسد عليها. نحن لدينا ما يبدو في الظاهر أنه تقدم في سائر المجالات، لكن في العمق نحن ما زلنا في مواقع كثيرة وفي أماكن كثيرة من إنجازنا نتردد كثيرا من الإقدام على المشروع الإنساني الكبير والمساهمة فيه مرة أخرى. بالضبط، وأنا بحب أخصص أنه لما نتحدث عن الأمة نتحدث عن الأمة العربية وليست الأمة الإسلامية، لأنه ماليزيا نموذج مختلف عن منطقتنا في العالم العربي، ونحاول أن نركز قليلا على يعني هي ممكن أن تكون نقطة ينظر إليها الجميع للوصول إلى ما وصلت إليه ماليزيا أو سنغافورة مثلا، ولكن عندنا أزمات في العالم العربي بالتأكيد الخبراء أمثالكم يعرفون حلولها، وبالتأكيد طرحت هذه الحلول على الحكومات. وأنتقل لك أستاذ عادل حداد ضيفي من تونس، هل يعني أنا بدي بس تلقي لي الضوء على ما أطلقنا عليه الربيع العربي أو الثورات العربية وتأثيرها على التعليم، خاصة أنه نتحدث الآن عن ملايين من الأطفال من سوريا أو ملايين من الأطفال العراقيين لا يخضعون لعملية تعليمية أصلا، ولا عندهم نموذج تربوي تعليمي ممكن اتباعه، ولا نعرف ما الذي يمكن أن يحصل معهم في ما هو قادم من أيام. في الحقيقة أولا مرحبا بكم وألف تحية من تونس. المشكل كما تم طرحه الآن وفي علاقة مع ما يسمى بأزمة التعليم والنظم التربوية في البلاد العربية يحيل بالفعل إلى كثير من المشاغل الأساسية التي تطرح أولا داخل الدول العربية منفردة، ثم أيضا في إطار العلاقات التي تصل الدول العربية بعضها ببعض، أو أيضا في إطار علاقة النظم العربية في أو النظم التربوية في البلدان العربية بغيرها من الدول الإسلامية أو أيضا الدول الغربية. وفي الواقع أنه حين نتحدث عن أزمة تعليم وأزمة تربية في البلاد العربية فإن هذا الأمر لا يمنع من الحديث أيضا عن أزمة دولية وأزمة عالمية تتعلق بالتربية، لأنه ثمة فوارق وثمة مسافات أولا في الحديث عن الأزمة بين طموحات الشعوب العربية والإمكانيات المتوفرة والخيارات السياسية المتعلقة بالتعليم، وأيضا ثمة علاقات هامة جدا في علاقة النظم التربوية في البلدان العربية مع ما يجري في العالم. ونحن نعلم أن على مستوى دولي وخاصة في أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن نحن نعيش ثورتين أساسيتين، ثورة في مجال العولمة والتي غيرت وقسمت مناطق المعرفة ومناطق وبالتالي مناطق السلطة وهذا الارتباط المتين بين المعرفة والسلطة، وأيضا من ناحية ثانية ثم ثورة في تكنولوجية رهيبة على مستوى رقمنة الاتصال أو رقمنة المعارف، مما جعل التباعد بين النظم التربوية يقاس بهذه الهوة التي تفصل بين هذه الدولة أو تلك في علاقة مع تملك وامتلاك القدرة على توظيف هذه الوسائل الحديثة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن نعرف أن الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي الذي تمر به بعض الدول العربية في بشكل مباشر وتأثيراتها على أو تأثير الربيع العربي على الدول الأخرى لا يخفى على أحد، وبطبيعة الحال هنا تظهر ظواهر أخرى جديدة أشرت إليها كمسألة اللاجئين والمنقطعين عن التعليم وغير القادرين لأسباب موضوعية ربما لمتابعة التعليم، وهذا يخلق في الحقيقة مشاكل جديدة ويقتضي منا أن نمتن العلاقات ونمتن
التعاون في لمعالجة هذه المسائل. التعاون على المستوى على مستوى الجامعة العربية ولا التعاون على المستوى الدولي أم من هي الجهات التي يجب أن تتعاون؟ في الحقيقة ليس من الضروري أن نحدد الإطار أو أن يكون هنالك إطار واحد لهذا التعاون. أكيد أنه يمكن أن يكون في إطار الجامعة العربية كما يمكن في إطار كذلك العلاقات الثنائية أو الثلاثية بين الدول العربية، ونحن نعرف أن ثمة تجارب عديدة وثمة تجارب يمكن أن نقول جيدة في مجال التعاون بين بلدين أو ثلاثة بلدان في هذا المجال، لكن أن نؤطر هذه العملية في إطار استراتيجية توضع على مستوى الدول العربية فلا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا أمرا جيدا. والأخ منذ حين أشار إلى التجارب التنويرية في التراث العربي وأشار أيضا إلى التحديات التي علينا أن نرفعها الآن في مستوى تطوير المنظومات التربوية وإقرار أو ضرورة الاتجاه نحو الرفع من جودة هذا التعليم. طيب لا يمكن لنا أن نناقش التعليم، والسؤال لك يا دكتور خالد الكركي، أو لا يمكن لنا أن نناقش الحقيقة موضوع البطالة وخريجي الجامعات الذين لا يحصلون على وظائف بشكل عام، أو حتى أولئك المتعلمين لمراحل مدرسية ولم يدخلوا الجامعات، دون أن نتطرق إلى موضوع التعليم. هناك من يرى بأنه في أزمة بين مخرجات التعليم في العالم العربي ومتطلبات التنمية، يعني نتحدث عن أعداد المحامين مثلا في دولة كالمغرب، أعدادهم أكبر بكثير من حجم ما الذي يستوعبه المغرب، وكذا الحال بالنسبة للإدارة في مصر، أعدادهم أكبر بكثير مما تستوعبه الدولة. هل يعني كيف يمكن حل هذه الأزمة بين ما هو مطلوب لينخرط الجميع في سوق العمل في الدولة الواحدة وحتى على مستوى الإقليم، وبين ما هو مطلوب أن يتم تعليمه في الجامعات والمدارس؟ إذا نظرنا إلى التعليم من حيث النوع فالأمر سهل ويمكن تحديده بالبحث عن جودة التعليم والبحث عن مخرجات جديدة وجيدة دائما. لكن أود القول أننا نتعلم في العالم العربي أو في الأمة العربية، نتعلم كي ندخل إلى التاريخ من أبوابه، لا نتعلم لمجرد أن رأس المال يبحث عن نوع معين من العمال أو من الموظفين أو من الخبراء أو من التكنوقراط كي نهيئ له ذلك. نحن مراكز خبرة في الجامعات، لكن الجامعات مراكز علم وليست مراكز دعوة وليست مراكز تشغيل وليست مراكز يترك للسياسي فيها أن يحدد المطلوب. أنا أسأل سؤال مباشر تماما لمن لهم علاقة مثل هذا الموضوع، هل يستطيع أحد في بلد عربي ما أن يتنبأ لي بالحاجات للسنوات 20 القادمة؟ لهم لا يستطيعون ذلك. في سنوات تتحسن الأوضاع وسنوات لا تتحسن وسنوات لا يوجد وظائف نهائيا وسنوات نحتاج إلى أعداد من خريجي الهندسي وسنوات من خريجي تكنولوجيا المعلومات، الأمر غير مستقر فيما يسمى الأسواق. فيقال لنا دائما ربط التعليم بحاجات المجتمع. من يحدد لي حاجات المجتمع والسنوات القادمة لهذا المجتمع وماذا يحتاج؟ نحن نتعلم لأن هذا حق ونحن ندفع ثمن التعليم الذي نذهب إليه، ثم نذهب أيضا لنبحث عن فرص عمل عبر العالم. سائر أماكن العالم فيها عرب يبحثون عن عمل ويبحثون عن تعليم جديد، فنحن لم نأخذ بعد حقنا من المعرفة في القرن 20 والقرن 21 حتى يقال لنا لا ضرورة الآن لأن تتعلموا. طب ماذا نفعل بمن لم نعلمهم؟ هل أقمنا لهم الكليات التقنية؟ هل هيأنا لهم فرص العمل في المزارع الكبيرة وفي قطاع السياحة وفي قطاعات كثيرة جدا في البلدان؟ إذا تركنا للسياسي أن يقرر نيابة عن المعرفي وعن المثقف وعن الأكاديمي وعن القادر على التنبؤ والاستشراف فنحن نقع في خطأ كبير جدا. نحن نحتاج إلى تعليم ونحتاج إلى تعليم نوعي، ولا بأس أن ننظر في حالات كثيرة إلى حاجات المجتمع، لكن هذه الحجج أحيانا أنه شبعنا من التعليم. لا أنا سأقول لا، ما في حدا ممكن يشبع من التعليم يا دكتور خالد. الفكرة هي أنه في بعض التخصصات ملئت بها الأسواق، يعني مثلا عندما نؤمن أنه المزارع المتعلم يعني ستكون مزروعاته
أطيب طعما ربما وأكثر فهما للحاجات الجسدية والطبية أفضل من مزارع غير متعلم. كلنا ندعو إلى التعليم للجميع ولمحو الأمية وأن نصل لمراحل لا يوجد فيها أمية في العالم العربي. يعني الكل يريد التعليم، لكن تحدث عن نوعية التعليم اللي إحنا محتاجينه للعصور القادمة. هذا هو الدور الذي على الجامعات أن تقوم به، على اتحاد الجامعات العربية أن يقوم به، على وزارات التعليم العالي ومجالس التعليم العالي أن تقوم به. لا يترك هذا لمجرد آراء صحفية أحيانا ومقالات تكتب هنا وهناك. نحن جزء من هذا العالم، والعالم ذهب إلى مسافات بعيدة جدا، لكن أنا أعرف أن في دول عربية بعينها وفي جامعات بعينها وصلنا إلى مراحل متقدمة قبل أن يخترع لنا أيضا تصنيف الجامعات وتوضع عند بين 30,000 جامعة، وأنت لم تبدأ إلا من 10 سنوات وبعضها بدأ من 800 سنة. هذه كلها أمور على الهامش. ما يجري داخل الجامعة يجري في المختبرات، ما يجري يذهب إلى عقول الطلبة. إذا كان التعليم مجرد تلقين ومجرد منح شهادات، أي تراكم إحنا نسميها في الأردن المواد الراكدة، التخصصات الراكدة التي ليس لها مجال في سوق العمل لا في الأردن ولا في خارج الأردن، نتحول عنها إلى تخصصات أفضل. هذا أمر يقوم به تقوم به سلطة المعرفة، لكن لا يترك للاجتهادات البسيطة وخاصة الاجتهادات الحكومية. أيوة. طب أنا أعلم وأنت لا تملك وظائف للذين يتعلمون، هل أوقف الجامعات إلى حين توفر لهم أنت الوظائف؟ أنت غير القادر على قيادة المشهد. لذلك أنا قلت أن سلطة المعرفة هي السلطة الأولى التي تقرر، ولا يترك ذلك لا للسياسيين ولا للآخرين، يترك لأهل الاختصاص. أرجو أن تبقى يا معي ضيفي الكريمين في نفس الموضوع. ثورة المعلوماتية والتقنية أيضا وفرت لدول كثيرة حول العالم فرص الاستفادة منها لمصلحة العملية التعليمية وجعلها جزءا من الحياة الدراسية للتلاميذ والطلاب وزيادة التفاعل العلمي بينهم وبين معلميهم. فإلى أي درجة يمكن التوقع بأن تخطو معظم الدول العربية باتجاه توظيف التقنية الحديثة في العملية التعليمية؟ متى يكون بوسع التلاميذ العرب كلهم اقتناء وسائل حديثة تسهل التعليم وتقوده إلى مشارف الحداثة؟ مرة أخرى أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأنتقل للسيد عادل حداد ضيفي من تونس. وهذا الحديث متواصل عن ثورة المعلوماتية والتقنية في وسائل جديدة الآن عالميا يتم التعاطي معها للتعليم منذ الصفوف الأولى في المدارس. في بعض الدول العربية أدركوا أهمية هذا وبدأوا بتطبيقه. أحيانا تكون المسألة لها علاقة باقتصاد البلد نفسه، وأحيانا أخرى تكون الأمور لها علاقة بالرؤية الاستراتيجية للتعليم في هذا البلد. لكن بتصورك إلى أي مدى يعني التماهي مع الثورة التكنولوجية وثورة التقنية يمكن أن يستفيد منه الطلاب في العالم العربي ويحسن نوعية التعليم في نهاية المطاف؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال بودي أن أعود إلى ما قاله الأستاذ خالد في فصله بين سلطة التعليم وسلطة المعرفة وسلطة المجتمع، يمكن أن نقول وسلطة السياسي، في كلامه الكثير من الوجاهة، لكن بشرط أن لا نقصر طرح المسألة في المجال الأكاديمي في المجال والمجال الجامعي، وإنما أن نتوسع في طرح الموضوع ضمن فضاء أوسع من هذا، لأن المسألة تتعلق بالأساس ب أبناء هذا الوطن في مستويات في سن متدني، سنة يعني 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 12 سنة، وطبعا في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي أو المتوسط أو كذلك الثانوي. فالرهان ربما يختلف قليلا بين ما يطرح من سلطة للمعرفة في مجال التعليم الأكاديمي، و أن نتحدث عن سلطة المعرفة في مجال المراحل الدنيا. وهذا يعني أن في هذه المراحل يعد المتعلم لاجتياز
طبعا أو لتملك الكثير من المهارات التي تمكنه طبعا من مواكبة التعليم العالي وأن يدخل إلى فضاء المعرفة وفضاء الإبداع وفضاء الابتكار في هذا المجال، حتى لا تكون الدول العربية دول تستهلك المعارف وإنما أن تكون طرف في إنتاج المعرفة وفي تطويرها، لأننا في آخر الأمر نعرف جيدا أن العقل الإنساني عموما فيه من القدرات التي يمكن أن تستثمر في مختلف هذه المجالات، وأتصور أنه بإمكانيات التعليم العالي الحالية قدرة سلطة المعرفة ستكون محدودة إذا كانت مستقلة تماما عن الإرادة السياسية في تطوير. يعني تقصد دكتور عادل أنه النقاشات التربوية. النقاشات تشمل في فضائها السلطة السياسية أيضا؟ طبعا السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية كذلك، لأنه كل الشعوب العربية راهنت على التعليم واعتبرت أن التعليم أو المؤسسة التربوية أو المدرسة التربوية، وهذا شأننا في تونس، هي مصعد اجتماعي، لأنه لا يمكن أن نطرح مسألة المعرفة ومسألة التعليم في فضاء تنفك فيه منظومة التربية عن منظومة التعليم. فالرهان على التعليم كبير، ونحن نلاحظ أنه ثمة إشكال الآن أصبح في الدول العربية، أنه في مرحلة معينة وأتحدث هنا بالذات على تونس كانت التربية وكانت المؤسسة التربوية مصعدا اجتماعي، لكن في الحقيقة الآن نرى أن المعادلة انقلبت وأصبحنا بقدر ما يتطور أو بقدر ما يرتقي الطالب في مجالات المعرفة بقدر ما حظوظه في العمل وفي الحياة تتقلص. وهذا الأمر طبعا لابد من ردم هذه الهوة، ولا نستطيع أن ننظر إلى سلطة المعرفة بمعزل عن هذه الظروف التي تتم داخلها المعرفة. ولذلك أو لهذا السبب يطرح الآن مشكل كبير جدا، وهو مشكلة استعمال التكنولوجيات الحديثة والتقنيات الحديثة، تقنيات المعلومات والاتصال في عملية التعلم، سواء في التعليم العالي أو في المؤسسات التربوية في الابتدائي أيضا وفي المتوسط أو في الإعدادي وفي الثانوي. والسؤال تفاعلا مع السؤال المطروح الآن هو، هل نملك خيار في هذا المجال؟ هل حقيقة ثمة خيار في أن نقبل على اعتماد هذه الوسائل أو عدم الإقبال عليها واعتماد وسائل أخرى؟ نعرف أن كل الدول العربية في إطار التربية والتعليم وفي إطار هذه المنظومات المعتمدة تستعمل أدوات أو هذه التقنيات الجديدة لتسهيل عملية المعرفة ولتمكين الطلاب وتمكين التلاميذ من اختصار الكثير من الوقت، من تسهيل عليهم الاتصال بمصادر المعرفة، من النهل من هذه المعارف. ونعرف أيضا أنه في اعتماد هذه الوسائل ثمة أيضا اعتماد لنوع جديد من القيم، نوع جديد من التواصل، نوع جديد من العلاقات التي تبنى وتنشأ بين هذه الأدوات وبين المعرفة. لأنه ليس صحيحا تماما أن هنالك فاصل أو هنالك مسافة بين وسائل المعرفة وبين محتويات المعرفة، فالمحتويات والوسائل يمثلان عجينة واحدة، من داخل هذه العجينة تنشأ المعرفة وتنشأ التصورات وتنشأ الابتكارات. فهذه الوسائل ليست مجرد وسائل، ليست مجرد تقنيات، وإنما هي حمالة كذلك لأساليب للتفكير، لأن المعرفة في حد ذاتها وهذه الأدوات هي نوع من المعرفة المطبقة. ولذلك لا نملك في تقديري خير. في مستوى النظم العربية، النظم التربوية العربية، لا نملك خيارا كبيرا في هذا المجال، وليس علينا إلا أن نعتمد هذه الوسائل، خاصة وقد أصبحت تعتمد في حياتنا اليومية وفي حل مشكلاتنا اليومية الصغيرة منها والكبيرة. ولذلك أتصور أن النظم التربوية العربية تحتاج إلى بلورة استراتيجية كاملة، وأن تتعاون هذه الدول فيما بينها من شأن إنجاح هذا الاستعمال أو هذا الإدماج في مستوى
التربية والتعليم. ونحن نعرف أنه ثمة حتى في الأردن تجارب طريفة جدا وأنا اطلعت على بعضها، تتعلق مثلا باعتماد هذه الوسائل بالنسبة إلى ذوي الإعاقة، فهذه الوسائل تسمح لذوي الإعاقة من تخطي إعاقتهم وأن يتمتع كل هؤلاء بحقهم كاملا في التعليم وفي التربية. بالضبط. ويمكن السؤال اللي لازم ينطرح في هذا السياق وأخذ إجابة عليه من دكتور خالد الكركي بعد الفاصل هو أيضا تأهيل المعلمين للتعاطي مع هذه التكنولوجيا، بحيث أنه في زمن ما كان الطالب الجامعي يلجأ لعشرات المراجع من أجل تقديم بحث، كيف يضمن المعلم أنه لا يكون هناك فقط مصدر واحد لمعلومات الطالب؟ وأنا أتحدث عن التعليم المدرسي، لأن التعليم الجامعي يمكن يكون أكثر دقة فيها. دكتور خالد الكركي والدكتور عادل حداد، أرجو أن تبقيا معي، سنذهب إلى فاصل قصير ونتابع بعده في بانوراما. أيضا، هل تنفق الدول العربية أموالا كافية على البحث العلمي؟ حيث يتوقف الآخرون يجد الوسيلة لينطلق، عندما توقفهم العقبات تعرف كيف تتجاوزها. مهما اختلفت المكونات يبدع منها التناغم المثالي. وبينما يمضي الآخرون بطرق الأمس يسكن الغد حياتها، يرونها أسطورة تروض الطريق ولا نراها سوى جيل جديد. سيارات الدفع الرباعي الجديدة من مرسيدس بنز. There's nothing like being creative to reinvent a classic. Nescafé Dolce Gusto. الرؤية من الإمارات ننطلق. بين أصالة الماضي وعبق الحاضر، تتميز البحرين بتنوع فريد من المواقع الأثرية التي تحكي تاريخ دلمون العريق وحرفها اليدوية التي تعكس إرثها وثقافة شعبها، إلى المقاهي التي ترتبط بالموروث الشعبي. كما أصبحت مملكة البحرين وجهة لاستضافة الأعراس والزيجات من كافة أنحاء العالم. السياحة في البحرين، سلسلة تقارير كل اثنين ضمن صباح العربية. يلا خشب لازم نرام، ماني قادر اتنفس من هالاحتقان. استخدم أتروفين يزيل الاحتقان بسرعة والمدة 10 ساعات عشان تنام طول الليل وتصحى وانت مرتاح وتقدر تتنفس أفضل. أتروفين، دع أنفك يتنفس. There's nothing like being creative to reinvent a classic. Nescafé Dolce Gusto. أهلا بكم معنا من جديد.
لأن حذر المفكر التربوي البرازيلي بول فرايري في كتابه تعليم المقهورين من مغبة أن يكون المعلم هو مصدر المعلومات الوحيد قامع عن تلاميذه، ومن خطورة التلقين والتحفيظ والإجابات المعلبة في مقابل الأسئلة المستمرة، فإن واقع مناهج التعليم في غالب البلدان العربية وفلسفته تكاد تكون النقي من نصائح فرايري هذه. فهل فعلا مناهج التعليم في البلدان العربية حديثة تواكب العصر؟ هل العملية كلها ترسخ التلقين أم تفتح آفاق الطلاب؟ ما هي فلسفة التعليم؟ هل هو تعليم لتلبية حاجات السوق أم التثقيف أم تحسين الأوضاع الاقتصادية؟ أم أنه شهادات توضع على برواز توضع في برواز على الجدران للواجهات الاجتماعية؟ ولك دكتور خالد الكركي باختصار شديد الجواب على سؤالي اللي طرحته قبل الفاصل فيما يتعلق بالتقنية الحديثة والتكنولوجيا وأهمية تدريب المعلم عليها أولا، ثم ننتقل لموضوع المناهج إذا سمحت. لا بأس، يعني في الحديث عن التكنولوجيا أن نعرف تماما أنه ما من أحد في العالم العربي في التربية والتعليم أو في التعليم العالي إلا وقد أدرك بصورة أولى من فترة طويلة الحاجة إلى هذه التكنولوجيا، ولا يقف أحد في وجهها إلا اثنان، إلا التواصل الاجتماعي مثلا، الوسائل الإنترنت، الجامعات الحديثة جدا، إلا إما أن يكون جامدا أو أن يكون خائفا. الخوف والجمود قد يمنعان أحيانا التقدم في هذه الوسائل، وخاصة الذين يصرون على المناهج القديمة وعلى طريقة التلقين القديمة وعلى أن المعلم هو الذي يملك الدور الأكبر. هنا يشكل المعلم سلطة تقف في وجه الحداثة، والذين يقفون في وجه الحداثة لا يحبون أن يكونوا جزءا من المشهد العالمي. لا يجوز أن تبقى السلطة المعرفية محصورة في هذا وأن تتشكل ضمن دوائر ضيقة جدا تقول لنا ماذا نريد. نحن قلنا هناك عقل وهناك وعي، ثم هناك الحرية تفتح للناس جميعا. آنذاك لا أحد يخاف من التكنولوجيا، هذه وسائل، وسائل تسعفنا، نحتاجها في الطب ونحتاجها في الهندسة ونحتاجها في سائر التخصصات. ونحن نريد أن يربى الأطفال العرب على هذه التكنولوجيا الحديثة لعلهم في المراحل القادمة يبدأون كما بدأ لدينا في الأردن استنبات التكنولوجيا. نحن نريد أن نزرع في أرضنا هذه البذور الجديدة للحضارة أكثر من أن نترك أنفسنا دائما على أننا التابع الذي يستورد من الآخرين كل ما يريد. المرحلة صعبة، وعلينا أن نقطع ما يحتاج إلى 10 سنوات في سنة واحدة أحيانا. لذلك لا خيار، مثل ما تفضل أخي الأستاذ عادل، لا خيار لنا عن الدخول في هذا الميدان الواسع الكبير مع العالم. العالم نحن لا نفترق عنه كثيرا، نحن على نفس الدرجة من القدرة على التمييز والقدرة على القراءة الفلسفية والقدرة على رسم الرؤى والقدرة على الاستراتيجيات والقدرة على الخطط. قد تقف طبعا عقبات في وجه ذلك، أحيانا الجوانب المادية، أحيانا رؤية الحكومات الضيقة. كل شيء يجب أن يبدأ بالحرية وأن تكون الديمقراطية هي الحكم بين الناس وأن يشارك الجميع فيه حتى نتعلم ما نريد كمجتمعات. لا يقال، أنا قلت للطلاب في الجامعة الأردنية مرة، أنتم حين تكررون من علمني حرفا كنت له عبدا تخطئون، لعل الذي علمكم كان عبدا لعبد أعلى منه. ماذا استفدنا إذن إذا كانت السلطة تبدأ مصغرة وتكبر أو تبدأ كبيرة وتتفرع فينا ويجلس كل واحد منا في مكانه لا يريد أن يغير شيئا؟ لذلك هذه، وهذا يمكن بيقودنا يا دكتور للسؤال عن المناهج التعليم في عالمنا العربي أو في ما نعلمه عن الدول العربية. هل هي مناهج تواكب العصر؟ لماذا كل ما جئنا على حديث ضرورة تعديل أو تغيير في المناهج المجتمع يرفض هذا؟ لأنه يتصور دائما أنه التعديل أو التغيير سيكون في مناهج التربية الإسلامية ومناهج اللغة العربية فقط، لما يكون التعديل والتغيير في مناهج الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء بحيث نواكب العالم علميا؟ لا، هي منظومة كاملة يجب أن تواكب العالم ويجب أن تعدل حين تحتاج إلى تعديل، وتحدث حين تحتاج إلى تحديث، وتغير حين تحتاج إلى تغيير. لكن يقع لدينا هذا السؤال اللي قلت أنا، أنه أحيانا ينفر الناس لأنهم لا رأي لهم
فيما يأتي لأبنائهم في مطلع كل عام دراسي، وقد غير هذا أو بدل ذاك، من أحيانا من مجموعات قليلة، أحيانا نفس المجموعات التي تغير وتبدل قد لا تملك الخبرات الكافية في المشهد العالمي والإنساني. ما الذي يجب أن يكون هناك؟ نحن مع الانفتاح، نحن لا نريد على الإطلاق أن يتسرب الخوف إلينا بأننا إن ذهبنا إلى هذا أو ذاك. ما دام العقل يعلم ويدرب ويحتكم إليه في الأمور، لماذا نخاف؟ أنا أفهم في المراحل الابتدائية الأولى نحن نريد أن نشرف ونريد أن نعلم القيم ونريد المسجد دقيق بين هذا وذاك، لكن نحن لم نفعل شيئا كثيرا نافعا في توحيد رؤية الأمة إلى هذه المناهج. سأعطي يعني أمثلة كثيرة موجودة لدينا في العالم العربي على رؤى مر الزمن عليها طويلا لكنها أصبحت ثابتة وتحمل أحيانا حتى معنى القداسة، لا يجوز الاقتراب من هذا أو اقتراب من ذاك. عليك أن تقترب وفق الرؤية التي تحكم الأمة، وفق حاجات المجتمع، وفق الأجيال الجديدة. أما أن يبقى طغيان السلطة، ولا أقصد السلطة السياسية، سلطة المعلم وسلطة المدير وسلطة الأهل أحيانا وسلطة الجهل التي قد تسود المجتمع إلى حد يتخرج معه الطلبة في المدارس أو في الجامعات لا يعرفون لغتهم القومية. أنا لا أعرف، حتى لو استحضرنا كل تكنولوجيا العالم والأفكار الفلسفية الحديثة والجديدة والفيلسوف البرازيلي الذي نعرف وتعليم الحرية للمضطهدين، في أي وعاء نضع هذا؟ ما دامت اللغة القومية غائبة، ما دمنا نتعلم في الجامعة اللغة العربية بالفصيحة ثم نتكلم بالعامية، نحن أمامنا. بس ألا تعتقد يا دكتور خالد أنه هذا يفرض ذاك التقدم العلمي اللي بتفرضه اللي هو موجود باللغات المختلفة على الشبكات العنكبوتية وعلى الإنترنت أكثر من حجم ما هو موجود في اللغة العربية؟ يعني بالإحصائيات الأخيرة اللغة العربية حجم محتوى الإنترنت من المكتوب باللغة العربية 1%، 99% منه محتوى باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو لغات أخرى. صحيح، والأمر يمكن بالصعوبة نفسها. أنا من موقعي في مجمع اللغة العربية الأردني وفي اتحاد المجامع العربية، نحن نعرف كم من المصطلحات يجب أن تعرب الآن حتى نستطيع أن يفهم الناس ما الذي يجري في العالم. هذا العلم الذي تدفق والثورة المعرفية التي تحدثت عنها، كل هذا موجود من حولنا، ونحن بعد لم ننجز موضوع المصطلحات. نحن لم ننجز كتبا تكفي، ولم ننجز للناس بلغتنا. أين تذهب هذه المنظومة إذا كنا لن نذهب إلى لغتنا التي تعتمد الآن كإحدى اللغات الرئيسية في العالم ونستعيد لها مجدها، وبقينا بين الأمية وبين العامية؟ أنا أعتقد أن المشروع سيكون في خطر، المشروع التربوي والمشروع الفكري بمجمله سيتراجع، لأنه كل واحد يتحدث بلهجة وتصبح اللهجات بعد ذلك هي الأساس، وينفر الناس من الكتابة فلن نجد من يكتب أنا لا أقول حتى اللغة العربية الفصيحة، أنا أقول في المجمع اللغة العربية السليمة كما يقع للعالم كله. أنا لا أعرف بلاء أكبر من هذا أيضا يهدد ما سوف نتعلم، سيضيع في العاميات ويضيع في الحديث العام ونصبح على الهامش مرة أخرى. ما رأيك يا دكتور عادل حداد وما ذكره دكتور خالد الكركي يمكن تجب الإشارة إليه؟ يعني الآن عندما تحدث عن اللغة العربية كثر يقولون أنها لغة القرآن الكريم، لغة الشعر، لغة أدب العربي، حتى في الترجمات الأدبية أو حتى العلمية العالمية أحيانا نجد في يعني مساحة فراغ ما بين الترجمة والكتاب الحقيقي. أولا أوافق في غالبية أو أتفق في غالبية ما ذهب إليه الأخ والدكتور خالد فيما يتعلق بمسألة اللغة وبمسألة هذا الاضطراب الموجود أو الارتباك الموجود في استعمال اللغة العربية الفصحى أو في استعمال أيضا حتى اللغات الأجنبية. وفي الحقيقة نحن نعرف أن في كل الدول العربية ثمة إشكال يتعلق بإتقان اللغة العربية أو إتقان اللغات الأجنبية، فكلنا أو داخل النظم التربوية نستعمل اللغة العربية كما نستعمل اللغات الأجنبية في تحصيل المعارف والعلوم. لكن المشكلة في تقديري أعمق من هذا بكثير، لأنه في بعض المؤشرات تؤكد أنه لا يمكن أن نتحدث عن تملك حقيقي للغة العربية بمعزل عن ما ينتجه الفكر ومع آليات
عمل الفكر. فحين صحيح. ننتج العلم وحين ننتج المعرفة باللغة العربية نكون قد جعلنا من اللغة العربية أداة وأكثر من أداة, هي آلية من آليات يعني إنتاج المعرفة, وتصبح بالتالي وقتها الشعوب المنتجة للمعرفة هي الشعوب التي تسيطر لغتها على كل الأصعدة. ولذلك فنحن نلجأ في كثير من الأحيان إلى التعريب تدريس بعض المواد دون أن نستعد أو دون أن تستعد عقول الناشئة لمثل هذا الفعل. الأمر يتعلق إذن بإعادة النظر أو بهذا الفكر الذي نعمل على إنشائه في عقول أطفالنا في البلدان العربية. هل هو فكر متحرر؟ هل هو فكر قادر على المجازفة والمغامرة الفكرية طبعا؟ هل هو فكر قادر على أن يبني ذاته دون تلقين؟ وهنا تصبح رسالة المدرسة على غاية من الأهمية. فالمدرسة لم توجد في التاريخ لكي تستعيد ما هو سائد, بل بالعكس تماما, المفروض أن المدرسة تكون في مقدمة التجديد وفي مقدمة التحديث, لأنها تعمل أو تشتغل على عقول وعلى أذهان الأطفال. فكيف يمكن مثلا أن ننتظر من بحث علمي في مستوى أكاديمي أن يكون مجدد وأن يكون فيه المبادرة وفيه المجازفة وأن يكون في مستوى الإنتاجات العلمية الدولية إذا لم يتم تدريب مسبقا الطالب والتلميذ في بلدان العربية على التحرر الفكري, على إقداره على البناء وأن يساهم في بناء معارفه بعيدا عن التلقين. والتلقين في الحقيقة لا يتصل بهذه المادة أو تلك, وإنما المسألة أعمق من هذا لأنها تتعلق بتشكل العقل. في عندنا نقطة الحقيقة يا دكتور عادل التي في خيط رفيع هنا, وقد يثير العديد من التساؤلات حول حرية التفكير وحرية المجازفة لدى الطالب التي يمكن أن يتربى عليها الطالب, وارتباط هذا بالبحث العلمي والدراسات التي يمكن أن تنشأ. اسمحوا لي من نحكي عن هذا الموضوع بعد فقط الإشارة إلى أنه في الدراسات تقول لا يمكن للتخطيط التربوي والعلمي وجودة المناهج والبيئة التعليمية وتأهيل المدرسين إلا أن تقترن في نهاية المطاف بنتائج تصب لصالح استراتيجيات الدول, ولعل أبرز تلك النتائج البحث العلمي. كم تنفق الدول العربية عليه؟ ما أهميته؟ وهل توظفه الدول العربية لفائدة مشروعاتها التنموية والاجتماعية والثقافية؟ وما حجم استفادة الدول العربية من البحوث العلمية في مختلف المجالات؟ وأكمل معك يا دكتور عادل إذا سمحت لي, وكنت أتحدث قبل قليل عن البحث العلمي والتدريب المسبق على التحرر والإنجازات في الدراسات. نحن في الإحصائيات العالمية تقول بأن الدول العربية هي الأقل إنفاقا عالميا على البحث العلمي, وكأنه لا يوجد قناعة وأهمية في البحث العلمي. كذلك الدراسات تقول بأنه دراسات العالمية أنه في دول كبيرة مثل اليابان, مثل ألمانيا, مثل ماليزيا, من يصرف على البحث العلمي جزء كبير منه من المؤسسات الخاصة, أما في العالم العربي فهو من الحكومات ومن مصادر الدخل القومي. لماذا هذه الفجوة؟ لماذا لا يوجد اهتمام بالبحث العلمي أصلا؟ الجواب ليس بديهيا, وإنما يمكن أن يرد في الحقيقة إلى الإرادة السياسية بوجه عام. التقدم خيار, علينا أن نختار أن نتقدم وأن نغير من طريقة تعاملنا مع الذهنية العربية ومع ذهنية التلاميذ والطلاب. وأيضا علينا
أن تكون لنا الإرادة السياسية الكاملة في تطوير البحث العلمي، لأن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الإمكانيات وضخ الأموال من أجل البحث العلمي، هذا أمر ضروري ومتأكد ولا نجادل في ذلك، ولكن هل نملك استراتيجية واضحة في مجال البحث العلمي؟ هل نملك خطة على مستوى وطني أو على مستوى الدول العربية يعني مجتمعة في أي اتجاه يسير البحث العلمي؟ ما هي الحاجيات الحقيقية التي يستجيب أو التي يجب أن يستجيب يعني لتحقيقها البحث العلمي؟ هل نملك، والملاحظة أشار إليها الأخ خالد منذ حين حين قال أننا لا نملك استراتيجيات واضحة ولا توجد دولة عربية يمكن أن تبني تصور على عالم المهن بعد 10 سنوات أو بعد 5 سنوات، ولذلك يحصل التغيير وتحصل البحوث العلمية في فضاءات أحيانا غريبة عنا، وهذا ما يفسر هجرة العقول العربية نحو دول تملك استراتيجيات فعلية وتملك أهداف وتهيئ لهم الظروف الكافية من أجل إنتاج المعرفة ومن أجل تطوير المعارف، وهي تضخ في ذلك أموال عديدة. ونحن في هذا الاتجاه لا نحتاج فقط إلى بناء استراتيجية وإلى ضخ أموال في هذا المجال، وإنما نحتاج أيضا إلى إعادة النظر في المؤسسة الجامعية وفي الإرادة. المؤسسة التربوية بشكل عام. طيب. ولابد من وجود إرادة سياسية تدعم كل هذا، ومفهوم يا دكتور عادل. اسمح لي يعني أن أنتقل للدكتور خالد فقط في تعقيب على هذه النقطة. هناك يعني سؤالي من شقين يا دكتور خالد. قبل الجزء المتعلق بالبحث العلمي كنا نتحدث عن إمكانية تحرير الفكر لدى الطالب بحيث يصبح مجازف ومفكر، ننتقل بعدها لمرحلة البحث العلمي. هناك من يتساءل كيف يمكن لنا أن نوافق أو أن نوفق بأن نعلم أطفالنا الغيبيات وبنفس الوقت نعلم حرية التفكير، عندما نقول له هنا لا تسأل عن هذا ثم نقول له يجب أن تسأل في أشياء مختلفة عندما ندرسه مدارس علمية، في تناقض يعني في عملية تعليمية نفسها. ثم على الجانب الآخر عندما يتخرج طالب من الثانوية العامة يقول سأدرس فيزياء أو رياضيات، مباشرة المجتمع يقول بنهاية الأمر ستكون مدرس للرياضيات أو مدرس للفيزياء، وكأنه لا يوجد أفق لدراسة الرياضيات والفيزياء والمواد العلمية أكثر من أن يكون مدرسا لهذه المواد العلمية، لأنه لا يوجد اهتمام بالبحث العلمي ولا بالتطور. هذه مشكلة حقيقية، هل من وسيلة لحلها إضافة إلى ما ذكر الدكتور عادل؟ يعني بالإضافة إلى ما ذكر الأخ الدكتور عادل وأضاء جوانب كثيرة مهمة في هذا الموضوع، سأعود إلى البحث العلمي، لكن في حرية التفكير هذا أمر يتعلق بالعملية التعليمية على إطلاقها، والأشياء لها استراتيجيات ولها فلسفة. ما في دولة من الدول إلا لديها فلسفة التربية والتعليم، كيف تعلم، ماذا تقول، كيف تقدم الكتب للطلبة، وسائل المساعدة في التعليم. لكن إذا كانت ستخضع وهي تفعل ذلك خارج دائرة العقل سنقول هذا خطأ كبير جدا، ستقع سلطة على الطلبة وتقول لهم تعلم هذا ولا تتعلم ذاك. نحن نتدرج معهم إلى أن يصبح العقل ناضجا وقادرا على الاستقلال والتفكير، أما أن نتدرج معه في السلطة حتى يصبح عاجزا وتابعا وخانعا، هذه هي المشكلة الكبيرة جدا. إذا كان ذلك يقع وهو يقع فعلينا أن نبدأ بتغيير المعلم أيضا. يعني أنا لا أريد أستثني أحدا من أطراف العملية التربوية، مع تقديري للمعلمين في سائر البلدان العربية وأعرف الدور الذي يقومون به، لكن من لا يرغب أن يكون جزءا من الحرية ومن ثورة العقل التي نحتاجها الآن، والخروج من الجمود والخروج من الغيبيات. الأمور لها مناهج ولها فلسفة، الدنيا تبدأ رؤية وتنتقل فلسفة ثم تصبح استراتيجية ثم تنتقل إلى خطة ثم تنتقل إلى آليات تنفيذ، ليس الأمر سهلا بيد شخص واحد. أما عن الجانب الآخر من البحث العلمي فتلك معضلة، ومعضلة يدرك أبعادها رؤساء الجامعات والمسؤولون وعمداء البحث العلمي واتحاد الجامعات العربية. أننا لم نشكل بعد استراتيجية واضحة بين مئات الجامعات العربية الموجودة لنعرف أين نقف في موضوع البحث العلمي في العالم.
الخيارات مطروحة، إما أن نترك للقطاع الخاص والقطاع الصناعي ولو فعل ذلك لكان مشكورا أن ينفق على البحث العلمي مقابل مشاريع تذهب نتائج هذه المشاريع لهم، تحسن من إنتاجهم، تفتح لهم مصانع جديدة كما يقع في العالم. المجتمعات تنفق على البحث العلمي. أيوة. الدول والأجهزة صحيح. التي فيها وهذا أشرنا له في الدراسات. سامحني يا دكتور خالد، انتهى موضوع، انتهى وقت برنامج بانوراما لهذه الليلة. أعدك بلقاءات قادمة بإذن الله للحديث في هذا الموضوع المهم والخطير. دكتور خالد الكركي شكرا جزيلا لك. دكتور عادل حداد شكرا جزيلا. نهاية بانوراما.